أهلا بكم. لا تلوح في الأفق السياسي في العراق أي بوادر لحدوث انفراجة في الانسداد السياسي المستمر منذ عدة شهور، لا سيما بعد استنفاذ المدد الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، حيث فشل البرلمان الحالي 3 مرات في انتخاب رئيس للجمهورية بسبب الصراع الحاد بين الصدر وشركائه السياسيين في الإطار التنسيق التابع للميليشيات، ورغم مبادرات عدة قوى وأطراف لإيجاد مخرج من هذا الاستعصاء السياسي، لكن عدم تفاعل أطراف الصراع معها جعل الجميع يدور في حلقة مفرغة وتبادل للاتهامات بتمزيق ما يسمى البيت الشيعي والتفريط بحق المكون الأكبر في رئاسة الحكومة القادمة. الانسداد السياسي ومأزق والعملية السياسية وفشلها في تشكيل الحكومة هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: إلى أين يمكن أن ينتهي هذا الانسداد السياسي بين ميليشيات العملية السياسية؟ وما الذي سيتغير أصلاً في واقع العراق العام إذا استمر هذا الانسداد أو انتهى بتوافق فرقاء العملية السياسية من جديد؟ وهل تجرؤ قوى العملية السياسية على إعادة الانتخابات لإنهاء هذا الانسداد بعد المقاطعة الشعبية الكبيرة للانتخابات البرلمانية السابقة؟ ثم أين صارت أحاديث الطبقة السياسية جميعاً عن احترام الدستور والتقيد بفقراته بعد إهانتهم للمدد الدستورية لحسم منصب رئيس الجمهورية؟ الضيوف رافع الفلاحي، صباح الناصري، وفاروق يوسف. مهلة دستورية ومهلة صدرية ومهل أخرى لذرائع جديدة، تعددت المهل في العراق والفشل واحد. ما يسمى الانسداد السياسي ما زال مستمرا، والتيار الصدري والإطار التنسيقي يتجذبان طرف الحبل السياسي، وبقية الكتل الصغيرة ترتقب الحسم. بيد أن اختلافهما على شكل الحكومة رغم اتفاقهما بجوهرها لا يشير إلى انفراجة قريبة بحسب مصادر من الإطار التنسيقي ذاته. فهذا القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي يرى أن المبادرة التي طرحها الصدر جاءت على نقيض المبادرة التي طرحها الإطار، ويتهم الصدر بوضع العصي في عجلات العملية السياسية. القيادي في الإطار التنسيقي الممثل للميليشيات عائد الهلالي أكد أن التيار الصدري والإطار التنسيقي لم يتقبلا مبادراتهما بسبب تمسك كل منهما بالحكومة التي يريدها، فالإطار يريد تشكيل حكومة توافقية والتيار يريد الأغلبية بحسب وصفه، مبينا أن دائرة الاتفاق بين الطرفين تضيق كل يوم أكثر. لكن هل يعول على نتيجة هذا الصراع السياسي؟ وهل ينتظر العراقيون شيئا في نهاية النفق؟ الأمر عندهم سيان كما يبدو، سواء تشكلت حكومة على مزاج الصدر والإطار التنسيقي أو استمر ما يسمى الانسداد السياسي. الوعي الشعبي العراقي حكم على العملية السياسية بالموت قبل عدة سنوات، وأكد ذلك بمقاطعته شبه الشاملة لانتخابات عام 2018 وانتخابات عام 2021، واستعاض عن ذلك بتفجير ثورة تشرين لنسف المسار السياسي بالكامل. فالعلة ليست بهيكلية الحكومة، وإنما بالأدوات التي تديرها وبالعقلية التي تحكم البلاد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في الانسداد أو الاستعصاء السياسي ومأزق قوى العملية السياسية وفشلها حتى الآن في تشكيل الحكومة الجديدة. ضيف طاولة دكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، هنا في الاستوديو، وسيكون معنا من تورنتو في كندا أستاذ الفكر السياسي الدكتور صباح الناصري، أستاذ في جامعة يورك، وأيضا معنا الكاتب الصحفي من لندن عبر سكايب الأستاذ فاروق يوسف. أهلا وسهلا بالضيوف الكرام جميعا. حياكم الله. ونبدأ مع دكتور رافع. أهلا وسهلا دكتور. انسداد سياسي، استعصاء سياسي، أزمة سياسية مستمرة منذ حوالي 6 أشهر أو 7 أشهر منذ إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إلى أين يمكن أن ينتهي هذا الاستعصاء أو الانسداد السياسي بين الميليشيات الرئيسة في العملية السياسية، إطار الميليشيات الجديد وميليشيات أو تيار مقتدى الصدر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حييك أستاذ ماجد وحيي ضيوفك الكرام. حقيقة
ربما عبارة أو مفردة الانسداد السياسي يمكن النظر إليها من ناحيتين. إذا كان النظر إليها من قبل الشعب وتأثير العملية السياسية على الشعب فهي في حالة انسداد سياسي منذ عام 2003 لحد الآن بسبب الكوارث التي ولدتها هذه العملية السياسية بكل أحزابها وكل قواها وكل شخوصها وكل ميليشياتها. أما عن الانسداد السياسي الذي تتحدثون عنه فهذا ليس جديدا، يعني دائما بعد ما يسمونه انتخابات تجري هذه العمليات، عمليات الشد والجذب والمناكفات والصراع وصولا إلى تشكيل حكوماتهم الذي يسمونها توافقية، يسمونها حكومة وحدة وطنية أطلقوا عليها، وكلها كذب بالحالة. هي حكومة محاصصات توزع النسب فيما بينهم من مجلس الحكم لحد الآن. الآن ربما بعد هذه الانتخابات اللي يسموها انتخابات مبكرة يبدو جرى طرح، هذا ما شهدناه، طرح أفكار جديدة لإدارة العملية السياسية بطريقة أخرى للحفاظ عليها. يعني العملية السياسية بعد ثورة تشرين، بعد خروج الشباب ضد هذه القوى، ضد العملية السياسية، نادوا بإسقاط العملية السياسية وكل أحزابها وكل قواها، واجهوهم بالسلاح وقتلوهم، وقتلوا أكثر من ربما 1000 شاب من الشباب العراقي، وجرحوا أكثر من 30,000 واعتقلوا العشرات. بعد هذا وصلت العملية السياسية إلى الحاط، يعني وصلت إلى طريق مسدود، فاختاروا هذا الطريق، اختاروا حكومة سمى حكومة الكاظمي، حكومة انقاذ بالنسبة للعملية السياسية وليس للعراق. العراق لا يهمهم لأن الشعب في وادي وهم في وادي آخر، وثورة تشرين كانت فاصل بين جهتين، الشعب في جهة والعملية السياسية وكل قواها في جهة أخرى. هذا الانفصال واضح الآن، واضح جدا جدا. فبالتالي هذا الانسداد السياسي لا يعني إلا أن هناك قوى تريد الحفاظ على العملية السياسية بإدارة هي تعتقد أنها الأصلح، وقوى أخرى تعتقد أن الإدارة القديمة، الإدارة التقليدية، إدارة الحرس القديم للعملية السياسية هي الأصلح. لذلك جرت بيناتهم المناكفات، البعض خسر مقاعد، البعض كسب مقاعد، فبالتالي هو الحال لم يتغير، العملية السياسية باقية مثل ما هي، باقية بمحاصصاتها، باقية بفسادها، باقية بكل مخرجاتها التي دمرت العراق. وكل القوى التي شاركت بالعملية السياسية منذ تأسيسها عام 2003 لحد الآن هي القوى الحاكمة الآن نفسها، وتدعي الإصلاح وتدعي أنها لديها رؤية جديدة، هي نفس القوى التي شاركت في الخراب، دكتور. هي أدوات للخراب وليست أدوات للإعمار والبناء. نعم. هذا الاستعصاء السياسي، هذا الانسداد السياسي، هل تعتقد أنه سيفضي فعلا إلى استمرار العملية السياسية الحقيقة؟ هذا الانسداد واحدة أيضا من الضربات التي تتلقاها العملية السياسية، مقاطعة الشعبية 90% وهناك ثورة تشرين، الحقيقة هذا قد يجهز عليها وليس يحافظ عليها. باختصار دكتور، الحقيقة باختصار شديد هذا الانسداد، ما يسمونه الانسداد السياسي، الحقيقة لا يعود إلى القوى التي في العملية السياسية نفسها. نعم. هناك قوى إقليمية وقوى دولية، يعني هذا الالتباس اللي موجود على الساحة العراقية أيضا يعود بترتيباته بأذرعة إلى التباس في الإقليم وفي العالم. هناك سياسات كثيرة، هناك ملفات كثيرة ما زالت لم تحسم، ملف النووي الإيراني مع أمريكا هذا لم يحسم، ملف الجديد اللي هو الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على المنطقة وعلى العراق وعلى كل المنطقة، ملف التغير السياسة الأمريكية اتجاه كثير من دول العالم وبالذات دول الخليج. نعم. الآن واتجاه السياسات الأمريكية اتجاه إلى الصين، إلى مواجهة الصين وإلى مواجهة روسيا، هذا كله بمجموعة يؤثر على هذا، وربما هو الذي يؤخر، هذه القوى هي التي تؤخر وتجعل هذا الانسداد السياسي ماضي في طريقه لحين ما تحسم ملفات كثيرة، وسيؤدي هذا الانسداد إلى انفراج في العملية السياسية وإلى توافقات، وسنعود إلى الطريق الذي تراه إيران. لذلك أعود وأذكر مرة أخرى بحديث عادل عبد المهدي عندما قال أنه إن لم تتوافقوا فهناك في الأفق تغيرات جديدة ستحدث إقليمياً وستؤدي إلى تغيرات، ويقصد أن إيران إذا ما حصلت على التوقيع على الاتفاق النووي ستتغول، وهي من ستجبر القوى التي في العراق على التوافق والعودة إلى الخط الذي تريده، ويمضي قطار العملية السياسية على سكته. لكن لحد الآن إيران لحد الآن فشلت في عملية التوفيق بين يعني أطراف العملية السياسية،
مساء الخير استاذ دكتور صباح الناصري. مساء النور، تحية طيبة استاذ ماجد لك والدكتور رافع والاستاذ فاروق. اهلا وسهلا. في الديمقراطيات، وانت استاذ الفكر السياسي، في الديمقراطيات الحقيقية الدستور والقانون هما من يقودا السياسة واهل السياسة، ويرسمان الطريق للحلول المطلوبة او لتجاوز الازمات الموجودة في العراق، والكل سيلتزم ببنود الدستور وما يرسمه الدستور، لأن الحقيقة السياسيون هم من يضعون الدستور مع القانونيون طبعا. إلا في العراق الوضع مختلف، الدستور يهان، مع العلم الجماعة هم دستورهم، يعني الدستور ليس دستور العراقيين، هو دستورهم هم، ومع ذلك هذا الدستور يهان يوميا، أهين فيما يسمى بالمهل الدستورية في قضية انتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب تشكيل حكومة، على الرغم من مرور 7 أشهر على ظهور الانتخابات. لماذا الوضع مختلف في العراق الديمقراطي؟ سؤال جوهري أستاذ ماجد. أول شيء، الدستور العراقي اللي هو دستور بريمر طبعا مع 2005 هو ليس دستور بالمعنى القانوني، إنما أنا أسميه وثيقة سياسية، يعني بكل المفاهيم القانونية الدستورية الفلسفية هذا مو دستور، هذه ورقة محاصصة سياسية تم الاتفاق عليه في لحظة ما تحت الاحتلال الأمريكي، وهذا بحد ذاته يخالف القانون الدولي. يعني أي محتل لما يحتل دولة أخرى من حقه يغير الدستور والقوانين ومؤسسات الدولة، فهذا بحد ذاته هو غير شرعي، يعني قانونيا دوليا غير شرعي. ثم على مستوى الوطن يعني العراق أيضا غير شرعي، لأن ورقة محاصصة ولا دستور بالمعنى القانوني يعكس روح الأمة العراقية. هذا الدستور وضع حسب مصالح بعض الفئات اللي هي طبعا جاءت على الدبابة الأمريكية بالاتفاق مع الحزبين الكرديين الكبار من أجل ضمان واحتكار السلطة لصالح هذه العصبويات، أنا ما سميها نخب ولا قوى سياسية، العصبويات سواء كانت مذهبية أو عرقية أو عشائرية، لضمان احتكار السلطات، وليس السلطة الواحدة، السلطة التنفيذية إنما التشريعية والقضائية في أيادي هذه العصبيات لخدمة الاحتلال الأمريكي الإيراني. هذا أول شيء. وهذا ما يسمى الدستور هو بالمناسبة، عندما يتحدث البعض أن هنالك عرب سياسي لتقسيم السلطات ما بين العراق والمذاهب الشيعي السني كردي، هذه المفردات ما يسمى مكونات الدستور، هذا بين قوسين هو اللي قنن العرف السياسي، لأنه تحدث عن مكونات ولم يتحدث عن المواطن العراقي. فإذا المعضلة الأساسية من 2005 أو قبلها من 2003 حقيقة إلى اليوم هي ما يسمى الدستور، هو اللي قنن ووضع كل أشكال وأساليب وآليات الفساد واحتكار السلطة بيد العصبويات هذه، وأدى إلى استلاب الشرعية من الشعب العراقي واحتكارها في أيادي هذه العصبيات. بمعنى كل الانتخابات في العالم، الديمقراطيات في العالم، عندما تكون هنالك انتخابات هي آلية لتجسيد وتمثيل مصالح الشعب بشكل عام من خلال ممثلين سياسيين، إلا في العراق الانتخابات وظيفتها لعزل إقصاء الشعب من السلطات واحتكارها بيد هذه العصبويات. أيضا بمعنى الانتخابات هي آلية استلاب الشرعية من الشعب العراقي وليس تمثيل للشعب كسلطة أو المرجعية الأولى والأخيرة لكل السلطات. هذه أول نقطة حقيقة. النقطة الثانية قضية الانسداد، أنا لا أتحدث عن الانسداد لأن هاي مفردة فاهية على قولة أهلنا، مفردة فاهية، انسداد أو عصر هضم أو شيء من قبل، ما في انسداد. اللي حصل هو كالآتي باعتقادي. نظريا لما صارت الانتخابات وفاز التحالف الثلاثي بعدد أكبر من المقاعد، بمعنى الأغلبية الساحقة حقيقة 180 مقعد في أي دولة في العالم، من حق أن يشكل حكومة من أي شيء، والباقي يتجه إلى المعارضة. ما حصل في العراق، وطبعا هذا بإعاز من إيران، أنا مسميها 3 انقلابات وليس انقلاب واحد، انقلاب سياسي، انقلاب مؤسساتي، وانقلاب قانوني أو قضائي. نعم. الانقلاب السياسي هو انقلاب شلة الخسرانين الفاشلين بالانتخابات اللي ما يسمى اليوم الإطار التنسيقي. نعم. مفردة أيضا على العموم، الإطار التنسيقي هذا الانقلاب الأول السياسي. الانقلاب الثاني المؤسساتي هو انقلاب المحكمة الاتحادية حقيقة على السلطة التشريعية، لأنها خرجت عن الدستور وانطت خلينا نسميه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فترات لا دستورية غير دستورية، يعني المحكمة القضائية نفسها دفعت السلطة التنفيذية والتشريعية خارج الدستور.
ثم انقلاب ثالث ايضا انقلاب قضائي، مجلس القضاء الاعلى على المحكمه الاتحاديه عندما فائق زيدان اتهم المحكمه الاتحاديه انها نصبت او خلت بروم صالح رئيس الجمهوريه خلافا للمده الدستوريه القانونيه. والمأساة او المهزله حسب ما تنظر لها، مأساة او مهزله فائق زيدان، نفس فائق زيدان نعم. اللي يتهم المحكمه الاتحاديه باللا دستوريه يعني بيبقى برهم صالح في منصبه، ينطي برهم صالح اللا دستوري الرئيس اللا دستوري صلاحيه حل السلطه التشريعيه من اجل الدخول او الذهاب الى انتخابات مبكره، بس هذا ما راح يصير طبعا. نعم، اشكرك دكتور، بالحقيقه شرح وافي. مساء الخير استاذ فاروق. مساء الخير عزيزي. الحقيقة هناك من يعترض كما اعترض ضيفنا من كندا على قضية توصيف الانسداد أو الاستعصاء السياسي. الحقيقة يقول في العراق يعني جمود سياسي، تخشب سياسي، فشل سياسي، عجز بالكامل للطبقة السياسية الموجودة في العراق عن إيجاد حل لأي أزمة كبيرة أو صغيرة. وهذا الحقيقة الانسداد يعني صفة دائمة لكل العملية السياسية منذ تأسست إلى الآن. الحقيقة هذا التوصيف مخفف عن قضية أنه الجمود أو التخشب أو التحجر السياسي، هذا التوصيف دقيق أم هو فعلا انسداد سياسي مرحلي سينتهي بتوافق شركاء العملية السياسية والأمور يجب أن لا تحمل أكثر من هذا؟ هي كل بالحقيقة مثل ما قالوا ضيوفك، كل المفردات التي تستعمل في العراق توضع في مكان غير مكانها، وهي مفردات مخادعة ومفردات تستعمل لإلهاء الجمهور والتمظهر بمظهر سياسي. بالحقيقة ما يسمى بالطبقة السياسية التي تحكم في العراق هي في حقيقتها لا علاقة لها بالسياسة أصلا، وحتى الحزبيون يعني حتى زعماء الأحزاب ما يسمى بالأحزاب السياسية بين قوسين هم بالحقيقة متحزبون، هذه ليست أحزاب، هذه عصابات، يعني هم بشر متعصبون لشيء ما، ما إلى علاقة على الإطلاق بمبادئ ومظاهر وحقائق السياسة الحديثة. هم يحكمون بالضغط، ضغط الاحتلال الأمريكي أولا ومن ثم الرعاية الإيرانية، وليس لهم علاقة على الإطلاق بمفهوم السياسة أو الحكم أو السلطة السياسية التي هي. كيف أستاذ فاروق كيف ليس لهم علاقة بالسياسة؟ إبراهيم الجعفري، اسمح لي، إبراهيم الجعفري قال عن إحدى الحكومات أنها حكومة ملائكية لم يعرفها العراق من قبل. حسن سنيد عضو في حزب الدعوة قال إن روسيا الحقيقة معجبة بتجربتنا في حزب الدعوة. عباس البياتي قال نحن بعد 15 سنة الآن نحن مدرسة في إدارة السياسة وإدارة الدول. كيف لا يحكمون؟ الحقيقة حزب الدعوة إذا أخذناه كنموذج كمفردة واحدة من مفردات المأساة العراقية اللي حكم أكثر من 12 سنة، حزب الدعوة ليس حزب سياسي بالحقيقة. لو ترجع للمنطلقات النظرية هي منطلقات دينية بين قوسين طائفية لا علاقة له بالسياسة على الإطلاق، السياسة كتصريف لشؤون الناس وتصريف لشؤون المواطنين. أصلا هم لا يعترفون بشيء اسمه الوطن، يعني إلا إذا أردنا مثلا أن نصدق أن مثلا إخوان المسلمين في مصر هم مصريون ومواطنون ووطنيون، في حين هم لا يعترفون بمصر أصلا. وكذلك حركة النهضة كحركة دينية في تونس هي لا تعترف بتونس، حركة حماس نفس الشيء لا تعترف بفلسطين إلا باعتبارها نواة للدولة الإسلامية العظمى. حزب الدعوة بالضبط نفس المنوال، نفس الطريق، لا علاقة له بالوطنية ولا علاقة له بالسياسة. لذلك أنا قلت أنه الاستخدام المفردات دائما توضع في مكان غير مكانها. مثلا راح أعطيك مثل، مقتدى الصدر ينادي منذ فترة بحكومة الأغلبية الوطنية، ما علاقة مقتدى بالوطنية كمفردة؟
كصيغة قانونية لها علاقة بالوطن والمواطنة، مستلهمة من الوطن والمواطنة. مقتدى الصدر يقدم الزعيم الشيعي الشاب، وليس له علاقة بأي وطنية، أي مواطنة، أي وطن. هو زعيم طائفي، هو قائد، كان قائد لجيش المهدي والآن زعيم طائفي، ما إلى علاقة. التحالف اللي عمله مع السنة ومع الأكراد هو تحالف نظام محاصصي، هذا ما إلى علاقة بالمواطنة أصلا، لأنه هو ممثل للشيعة، والجماعة الحمصي والكذا ممثلين للسنة، وذاك البرزاني ممثل للأكراد. إذن هم أطراف العملية السياسية نفسهم، أطراف نظام المحاصصة نفسهم أعادوا تشكيل فكل المفردات التي تستعمل هي مفردات خاطئة ومفردات وعيبة. في نقطة أثرتها أستاذ فاروق، إذا كان كما تقول أنه مقتدى الصدر هو زعيم طائفي، زعيم شيعي، الشاب الشيعي، ويتزعم تحالف ثلاثي أيضا هو طائفي، وهذا التحالف هو الحقيقة يعني ريموت كنترول بيده، إذا لماذا الآخرون مستنفرون على أنه هذا التحالف سيسلب المكون الأكبر في العراق حقه في قيادة البلد وتشكيل الحكومة، إذا كانت القضية لا زالت طائفية، زعيم طائفي هو من يقود هذا التحالف أو يقود الحكومة المحتملة في المستقبل وهو شيعي، إذا لماذا الآخرون مستنفرون رافضون؟ هذه قضية أخرى تماما، ما إلها علاقة بالطائفية ولا إلها علاقة بهذا. أولا ما يسمى بالإطار التنسيقي أو هكذا اسمه، هذا إلى علاقة بالدولة العميقة، هو يدير الدولة، هو يدير العمليات، شبكة الفساد الهائلة. ممكن تسلطن أو سلطنة مقتدى الصدر ممكن يفقدهم جزء كبير من الامتيازات. مقتدى أليس جزء من الدولة العميقة برأيك؟ طبعا. نحن لو عدنا لسنوات طويلة، أولا من قاد الحرب الإبادة بالعراق؟ من قاد التصفيات على أساس طائفي؟ مقتدى الصدر 2007-2008. اثنين، ما الذي فعله مقتدى الصدر للقطاع الصحي اللي يديره من 2005 لحد هاي اللحظة؟ في انهيار مستمر، الوضع الصحي بالعراق انهيار مستمر وفساد هائل. فطبعا هذا والثاني السبب اعتراض جماعة الإطار يتعلق بقضية شخصية تماما. الأحزاب الشيعية وفي مقدمتها طبعا مؤسسة المرجعية مارست ازدراء واحتقار كبيرين لمقتدى الصدر وللإرث الذي يحمله. هم يعتبرون أنه الإرث الذي يحمله إرث رث لا علاقة له بالأرستقراطية النجفية. هذا موضوع ينبغي أن يؤخذ بنظر الاعتبار. هم يحتقرون الفقراء، ومقتدى الصدر ينادي بين قوسين بأفضلية الفقراء، لأنه هو صعد بيهم مثل ما صعد أبوه. فهذا إرثه، الفقراء إرث مقتدى الصدر، والفقراء لا تنظر لهم المؤسسة الدينية. دائما المؤسسة الدينية عزيزي لا تنظر للفقراء باحترام. أشكرك، أستأذن منك ومن الضيفين الآخرين نتوقف عند هذا الفاصل القصير، ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة عما يسمى الاستعصاء أو الانسداد السياسي في العراق. بعد الفاصل عائدون، ابقوا معنا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في الانسداد السياسي وفشل قوى العملية السياسية في العراق. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور صباح الناصري والأستاذ فاروق يوسف. دكتور رافع، في خضم قضية الانسداد السياسي أو الاستعصاء السياسي، يتصاعد الحديث عن دور المستقلين، النواب المستقلين، أهمية النواب المستقلين في التأثير أو تغيير المعادلة السياسية الحالية أو إيجاد مخرج أو إخراج الوضع من هذا المأزق الموجود فيه. السؤال الأول، هل هناك فعلا نواب مستقلون حقيقة؟ وإذا كان موجود، هل يستطيعون فعلا تغيير المعادلة السياسية، تغيير الخارطة السياسية في مواجهة ميليشيات متمترسة بكل أسباب القوة والقمع وعدم تغيير الواقع لصالحها؟ أستاذ ماجد، يعني هذه قضية المستقلون في العراق، النواب المستقلون، هذه كذبة كبيرة حقيقة. هذه مثل كذبة الديمقراطية في العراق. أنت يعني تتحدث عن الديمقراطية ولديك أحزاب طائفية، فالطائفية والديمقراطية لا يأتيان على سطح واحد، مثل الشتاء والصيف لا تأتي على سطح واحد، لا يمكن. يعني في كل العلوم السياسية لا يمكن أن تأتي بالديمقراطية والطائفية في مكان واحد وتتحدث عن الديمقراطية، هذه واحد. فبالتالي هذه القوى التي تقول أنها مستقلة وأنها هذه في الحقيقة لا يمكن الاعتداد بها ولا يمكن الحديث عنها للسبب التالي، أنه لا يمكن لأي مستقل، لا يمكن لأي فكر متطور مستقل يؤمن باستقلاله ويؤمن بحرية العراق أن يدخل في هذه العملية السياسية ويؤمن بها ويدخل بها. لا يمكن. كيف يمكن أن يكون مستقلا ويقبل بعملية سياسية فيها محاصصات طائفية قائمة على المحاصصات الطائفية والقومية؟ هذه العملية السياسية قامت على هذا. وثورة تشرين، هؤلاء الذين يقولون نحن مستقلين ونحن جئنا من رحم ثورة تشرين، كذبة كبيرة. لأن ثورة تشرين نادت بإسقاط العملية السياسية وإسقاط كل أحزابها وقواها، ومن وقف ضدهم هي القوى العملية السياسية التي ضربتهم بالرصاص بواسطة ميليشيات التي تحميها والتي تقوم العملية السياسية عليها. هذه كل القوى الحزبية اللي موجودة بالعملية السياسية لديها ميليشيات، ومن ليس لديه ميليشيات يدخل تحت مظلة قوى أخرى لديها ميليشيات لتحميه. هذا واقع الحال، وهذه المحاصصات موجودة من عام من 2003 لحد الآن، من تشكيل مجلس الحكم لحد الآن هي القائمة، وهي من يعني من يتصارعون على أساسها، وفسادهم وكل ما يفعلونه في العراق ومخرجاته قائمة على هذه المحاصصة. فكيف يمكن لقوى مستقلة مؤمنة بالعراق وتطوير العراق أن تدخل في مثل هذه العملية؟ لا يمكن. هذه واحد. ثانيا، هم من يسموهم مستقلين هم مجرد نواب رشحوا أنفسهم بشكل فردي، يعني بقوائم فردية، لكن هم انتماءاتهم، هذا منتمي للحزب الدعوة وذاك منتمي لجماعة الحكيم وهذا منتمي للتيار الصدري، وهكذا توزيعاتهم. وبالتالي واخر يعني ربما مثال واحد بسيط. نعم، هذا الحقيقه ليس غريبا، قضيه التحالفات او الائتلافات بين الاحزاب الصغيره والكبيره لتشكيل حكومات، وموجود الحقيقه في كل الديمقراطيات الحقيقيه. الديمقراطيه الحقيقيه هناك حكومه ائتلافيه، فلماذا في قضيه المستقلين هذا غير معقول، هذه كذبه كبيره، هذا لا يصدق. انا لا اتكلم عن الائتلافات، الائتلافات موجوده وموجوده في هذه العمليه السياسيه، سواء تحالفات وائتلافات بيناتهم، وهذه طبيعيه جدا جدا. انا اتحدث عن مفهوم الاستقلال في عمليه غير مستقله، عمليه لا يمكن دخول الاستقلال فيها، لا يمكن الحديث عن الاستقلال فيها، مثل ما قلت انه لا يمكن الحديث عن الديمقراطيه في العراق مع الطائفيه اللي حكم الطائفيه وحكم المحاصصات الطائفيه والقوميه، لا يمكن الحديث. كيف يمكن الحديث عن الديمقراطيه؟ لا يمكن الحديث عن دستور قائم على المكونات ولا يقوم على المواطنه، فكيف يمكن؟ هو بالاساس مجزئ، مخرب، مدمر. فبالتالي هذه العمليه السياسيه، هذه العمليه الرثه، هذا الانسداد السياسي ما يعنيه كشف، ليس انسدادا سياسيا، كشف رثاثة هذه العملية السياسية، وأن القوى المتدعي أنها مستقلة. وسأعطيك مثالا. نعم.
يعني قبل فترة عندما قالوا القوى المستقلة، النواب المستقلين ليأتوا للتصويت، ماذا حصل؟ نصفهم ادعى المرض. نعم. ادعى المرض. نعم. ونقلوه إلى المستشفيات. نعم. والبعض الآخر هرب أو جلس بالكافتيريا وانهزم وانهزم من التصويت. فبالتالي هذه القوى تدلل على أنه إلى أين تنتمي. والآن لديهم مشكلة كبيرة، سيعقدون اجتماعات ليتناقشوا، هذا واضح أنه انتماءاتهم مختلفة، وضعيتهم مختلفة، الكل يهددهم وهم انتماءاتهم يعني تعود إلى أحزاب وقوى كبيرة هي من أفرزتهم لتستفيد منهم في مثل ما هذه المراحل. نسأل ضيفنا في تورنتو دكتور صباح. دكتور هذا الانسداد أو الاستعصاء السياسي استمر، تفاقم، أصبح مزمناً أو حل في هذه اللحظة، ما الذي سيتغير في واقع العراق العام؟ واقع العراق العام هل سيتغير؟ هل سيشهد تغييرا ولو تغييرا بطيئا ولو عربون كما يقال؟ طبعا راح 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 نلاحظ في الأيام والأسابيع القادمة هنالك تغيير، ولكن ليس من داخل المنظومة، لأن هذه المنظومة الآن وصلت إلى خلصمي نهاية الحتمية التاريخية. المنظومة هذه لما أتوا بها المحافظين الجدد في أمريكا بسنة 2003 كان لها وظائف معينة، وظيفة تفكيك الدولة العراقية، وظيفة يعني قطاع قانوني لقواعد مثل الأمريكية في داخل العراق، فتح العراق للاستثمارات الخارجية للتحكم بقطاع الطاقة إلى كل هذه الوظائف. الآن مو بس انتهت، إنما أصبحت نفس المنظومة عقبة في تحقيق هذه الوظائف اللي كان نوطت فيها في البداية. إذا وصلت إلى نهايتها الحتمية، أنا أعتقد أن ما يسمى الانسداد هو في الحقيقة أزمة عضوية وليست أزمة مرحلية أو شكلية أو تقنية، أزمة عضوية. يعني ليس هنالك مخرج من عمق الزجاجة، بمعنى لن تكون هنالك انتخابات مرة أخرى. الحقيقة هذا ليس اسمح لي، هذا ليس الانسداد أو الأزمة السياسية أو التناقض السياسي الأول الذي تشهد العملية السياسية، هي في حالة أزمة مزمنة من 2003، لكن مع ذلك الحقيقة هذه الطبقة تخطت هذه الأزمة بفعل إرادتها الداخلية أو بتدخل عوامل إقليمية، إيران، الإقليم، أو دولية، أمريكا ورعاة العملية السياسية. نعم صحيح، ولكن هنالك إزاحة في المعادلة مو فقط السياسية والجيوسياسية، أو الحقيقة ثلاثة إزاحات. الإزاحة الأولى هي ما سميناها احنا في داخل العراق، اللي هي أغلبية الشعب العراقي اللي قاطعت الانتخابات 2018 و2021 وثورة تشرين. بمعنى المجتمع الدولي، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، أمريكا، الأمم المتحدة بدأت تدرك أن الوضع في داخل العراق بدأ يخرج عن سيطرتها، وهذا شيء خطر جدا ما ممكن تسمح به. هذه النقطة الأولى. الإزاحة الثانية هي تمدد واستهتار إيران في المنطقة، بالذات بعد ما وصل الاتفاق النووي 2015، كان الاعتقاد أن إيران راح تلتزم في بعض القوانين وبعض الآليات بحيث أن يستقر الإقليم بشكل يعني منطقة الخليج العربي بشكل نسبي وهكذا. هذا ما صار، على العكس، إيران تمادت في إنتاج الصواريخ البالستية والطيارات المسيرة وتخصيب اليورانيوم إلى آخره. هذه بدأت تشكل خطورة على الأمن الإقليمي والدولي. هذه المعادلة الثانية. المعادلة الثالثة اللي دخلت على الخط واللي راح تمنع الوصول إلى أي اتفاق بملف النووي مع إيران هي الحرب في روسيا وإوكرانيا، لأنها مو فقط لها تأثير يعني خصيم إقليمي، إنما أيضا على النظام الدولي بأكمله. نحن بصدد الآن ثلاثة إزاحات جيوسياسية. هذه الإزاحات الجيوسياسية لاحظنا إحنا بعض تداعياتها على منطقة الخليج العربي وتحركات بعض دول الخليج العربي على مستوى الائتلافات والتحالفات الجديدة، ومحاولة سحب العراق من فضاء الهيمنة الإيراني بدعم طبعا من المجتمع الدولي. نحن إذا ما لا تدركه منظومة الفساد. نعم. والإطار التنسيقي، نحن الآن في صدد إزاحة ما بإمكان الإطار التنسيقي، وأنا أدعي حتى إيران ليس بإمكانهم إيقاف هذه الإزاحة. راح يصير تغيير وراح يصير، والآن بالمناسبة أنا سميتها خرجنا من كسر الإرادات إلى كسر العظام. نعم. وبإمكاني أعطي أمثلة كثير. نحن الآن في لحظة التصادم. أشكرك دكتور واضح. أستاذ فاروق، الحقيقة واحد من الخيارات المطروحة للخروج وتجاوز هذا المأزق السياسي هو إعادة الانتخابات البرلمانية لإنهاء هذا الانسداد،
لكن الحقيقة هناك خوف من الطبقة السياسية أن المقاطعة الشعبية التي بلغت 90% في انتخابات 2021 ستتكرر مرة ثانية. وأيضا السؤال، لو أجريت الانتخابات وكانت حتى المشاركة بها ضئيلة ويسيرة، ما الذي يضمن أن لا يحدث انسداد سياسي آخر واستعصاء سياسي آخر ونبقى في هذه الحلقة المفرغة من أزمات القوى العملية السياسية؟ ما الذي يضمن؟ أعتقد من وجهة نظري إعادة الانتخابات أمر غير ممكن، لأنه سيفتح منطقة حرجة جديدة لمكونات النظام السياسي، وممكن أن يخلق تصادمات جديدة، أسباب جديدة للصدام بين فريق مقتدى الصدر وبين الفريق وبين الخصوبة. هذه لا أعتقد أنهم سيرجعون إليها. بالحقيقة لو عدنا لل 2019، تشرين 2019، كان النظام قد سقط لولا أنه مقتدى الصدر تدخل بطريقة من الطرق، وبطريقتين، طريقة جماهيرية وطريقة القتل المباشر. عاد النظام لكن هيكليا، لم يستطع النظام لملمت نفسه. المشكلة بنيوية، أن النظام الفاشل، نظام المحاصصة الفاشل، هو نظام قد سقط، انتهى مفعوله، لم يعد ماشي. استاذ فاروق خليني أقاطعك، ماشي. الحقيقة هذا النظام تعتقد أنه نظام ضعيف مهلهل، لكن الحقيقة هذا النظام من 2003 اليوم اجتاز الكثير من التحديات، طبعا بفعل الدعم الخارجي. هو الحقيقة تجاوز تحدي المقاومة، جاوز تحدي الإرهاب القاعدة، جاوز تحدي 25 شباط 2011، جاوز تظاهرات الكهرباء 18، ثورة تشرين، داعش. الحقيقة تجاوز هذا النظام، معناها ليس بهذه الهشاشة التي يتم الحديث عنها. لا أبدا، السبب الأساسي عدم وجود بديل جاهز، بديل سياسي جاهز لاستلام الحكم. أنت تخيل أخي أن أفراد الطبقة السياسية هؤلاء لموا ثيابهم ولموا حاجاتهم وعادوا إلى أوطانهم البديلة، تركوا المنطقة الخضراء وتركوا بغداد. ما الذي يحدث؟ ما الذي سيحدث؟ تعمل فوضى الهائلة، وتسيطر الميليشيات، ويصير مذابح. أليس نحن الآن في الفوضى، في عين الفوضى الآن؟ الفوضى السياسية، لكن الفوضى التي ستخلقها الميليشيات يعني ستعم مذابح جديدة في العراق. بالحقيقة سبب وجود النظام واستمراره، وهو بالحقيقة هش ويعني منتهي الصلاحية، أنه لا وجود جاهز لبديل، لا وجود. أستاذ فاروق الحقيقة إذا سمح لي خليني أنا ناقشك. العالم جميعا، أمريكا حشدت العالم جميعا خلف هذا النظام، ولم تترك أي فرصة لأي بديل، لا تعترف به ولا تسمح بالانفتاح عليه. البديل حتى وإن كان يقتل في مهده. مضبوط مضبوط مضبوط. لا يمكن أن يحدث لهذا النظام شيء إلا بإرادة الشعب العراقي، من داخل الشعب العراقي، من داخل العراق. يعني مش إرادة سياسية، إرادة شعبية، لأنه لا يوجد أي تنظيم سياسي منظم وقادر على استلام الحكم ومقنع للعراقيين. الآن هم اتجهوا بعد سقوط النظام الحتمي، كان ساقط النظام 2019، اتجهوا وفشلوا بالمناسبة، فشلوا أن يستعيدوا قدرتهم على أنه يعينون رئيس وزراء، اتجهوا إلى الواجهات. الآن واجهة مستقلة الكاظمي، الآن يتجهون للمستقلين لنفس السبب، أنه يخلقون واجهات غير حزبية لإدارة الدولة مظهريا، لكن الدولة مدارة من قبلهم، يعني الدولة العريقة لا تزال بيدهم. نعم. ولا يزال عمليات الفساد قائمة، ولا تزال الصفقات قائمة، ولن يتغير شيء في العراق. واضح. لأنه سيتم استبدال الكاظمي إذا ما أبقوا بواجهة مستقلة جديدة. واضح، أشكرك دكتور رافع.
الحقيقة أحاديث كثيرة عند الطبقة السياسية تتحدث عن الدستور، وثيقة الدستور، الدستور مقدس، لا يمكن أن الدستور والدستور، لكن عند الحقيقة عند تصادم الدستور مع أي مصلحة لهذه القوى يتم دوس الدستور الحقيقة مع احترام المشاهدين بالأحذية. وما جرى من مهل دستورية ديست ولم تعامل باحترام واستنفذت، والحقيقة أهين الدستور، دستور العملية السياسية. يعني هذه المفارقة كيف تقرأ؟ الدستور يفصل بيننا، عندما الدستور يفصل ويؤثر سلبا عليهم وكأنه ما موجود، ويعني الحقيقة يهان على رؤوس الأشهاد. أولا أستاذ ماجد، الدستور هذه خرقة بالية الحقيقة، هم يتصرفون معها ساعات، يضعونها في مكان ويسجدون لها، ويريدون من الشعب أن يمجد ويسجد لهذا الدستور، والدستور الذي هو على مقاساتهم، إن لم يتواءم مع مقاساتهم في أي فقرة من فقراته يمسحون به أحذيتهم. نعم. وهذا ما يحصل. يعني الدستور مجرد قوانين أو إجراءات معينة يحكمون بها الشعب، ينالون بها من الشعب، أما بينهم فهذا الدستور قابل، هو يعني قميص مطاط، يعني يلبسونه لكل القياسات ويتصرفون به كيف ما يشاءون، وأن وجدوا عيبا في هذا يذهبون إلى ما يسمى بالمحكمة الاتحادية لتحكم لهم بالشكل الذي يريدونه. هذا واقع الحال. إن لم يكن الدستور فموجود المحكمة الاتحادية تعلو على الدستور وتعلو على كل شيء. فهذا الدستور مجرد كذبة كبيرة ولا يحترم في العراق، وليس له قيمة الحقيقة، ويعني لا يساوي حتى الحبر الذي كتب به، ولا يساوي حتى الأوراق التي صوت عليه بقبوله وهو بالتزوير، لأن بدأ بالتزوير وهو مزور وهو ورث. هذه النقطة. النقطة الأخرى أريد أن أعلق فقط على قضية الاستقلال، هذه عبارة مستقل أو غير مستقل. نعم. هذه العبارة يبدو كثيرة يعني ملتبسة عند الكثيرين، يعني حتى عندما أسمع أنا مثلا مصطفى الكاظمي مستقل، واجهة مستقلة، الكاظمي ليس واجهة مستقلة، وكل هؤلاء بالعملية السياسية ليسوا واجهات مستقلة، هذه واجهات. عندما يذعن للميليشيات، يذعن لإرادة العملية السياسية، لشكل العملية السياسية، وليس مستقلا، ليس إرادة المستقلة، ولا يمثل واجهة مستقلة، لأنه جزء من العملية السياسية. الكاظمي كان مديرا للمخابرات، كيف يمكن أن يكون واجهة مستقلة؟ هل ممكن أن تتوقع أن هناك على اعتبار دكتور ليس عنده حزب أو تيار أو كتلة في البرلمان؟ هناك الكثير ممن لا يدعون وجودهم داخل الأحزاب، لكن هم يخدمون هذه الأحزاب. نعم. وينتمون إليها بالولاء الكبير، أكبر من كل الذين من أمينها العام لحزب الدعوة. هذا واقع الحال. فبالتالي ماكو أنت العبارة الاستقلال هذه بمفهوم الفلسفي ومفهوم الحقيقي تختلف تماما كواجهة مستقلة. لا يوجد واجهة مستقلة في العملية السياسية، هذه كذبة كبيرة. واضح. دكتور صباح، هذه الأزمات في العملية السياسية، الانسدادات، الاستعصاء، كيف يمكن الحقيقة توظيفها وطنيا، قوى وطنية مناهضة للاحتلال، وشعبيا أيضا، واستثمارها في تسديد مزيد من الضربات لهذا النظام الطائفي الفاسد، ولإكمال مسيرة الحركات الشعبية، وآخرها طبعا ثورة تشرين؟ كيف يمكن استثماره، خاصة وأن النظام، وكما تحدث ضيفنا من لندن فاروق يوسف، هذا نظام هش، نظام منتهي، نظام الحقيقة منخور من الداخل، فلذلك يحتاج لضربة صغيرة ممكن يعني يقضى عليه. بالضبط. نقطتين، أرجع خطوة لورا اللي تفضل بي أستاذ رافع. نعم. دكتور رافع، نقطة مهمة جدا اللي هي مفردة المستقل. نعم. بغض النظر عن مفهوم المستقل، مستقل حزبيا، مستقل بقراره، مستقل، لا، أنا أعتقد هي مفردة إيديولوجية كان الهدف منها إطفاء شرعية على منظومة فاقدة للشرعية. بلاس خاب لما دفعت ببعض أطراف من شباب تشرين بالدخول بالعمل السياسي بالانتخابات من أجل إطفاء شرعية على المنظومة اللي سقطت حتى تستمر. الآن نفس الشيء نلاحظ أن الإطار والتيار يرمون الكرة في ملعب المستقلين، أيضا يبحثوا عن مخرج من خلال هذه المفردة الإيديولوجية، بس هذا ما راح ينجح. أنا باعتقادي الفرصة ذهبية بالنسبة للشعب العراقي.
ليش؟ اول شيء ما راح، مع الاسف انقطع الاتصال مع ضيفنا دكتور صباح. طيب نفس السؤال نحيله الى ضيفنا في لندن فاروق يوسف، هذه الفرصه الذهبيه كيف يمكن اقتناصها؟ هذه اللحظه التاريخيه الفارقه، العمليه السياسيه انت ذكرت انها هشه الحقيقه، لا تحتاج الا الى ضربه بسيطه للتخلص منها، كيف يمكن استثمار هذا الضعف في العمليه السياسيه وهذا المسار في الحراك الشعبي على غرار ما جرى في تشرين؟ النظام سيجد حلول لمعازقه الان. نعم. مؤقت، حلول مؤقته، سي يعني يلجا الى مثلا بين قوسين المستقلين لواجهات كذا، ولكن بحقيقته انه هو استمراره سيكون سبب لاستمرار توظيف مساوئه. نعم. يعني بمعنى ان الخدمات ستظل معدومه في العراق، الخدمات الاساسيه، الفساد سيستمر باعلى مراحله واسوأ بس أنواع. اريد جواب على سؤالي، لان احنا بالدقيقتين الاخيره راح نختم وياك. اي فهو نفس النظام راح يوظف كل هذه ضده، يعني الامور ستزداد سوءا. نعم. في العراق، وهو ما سيدفع الشعب العراقي الى البحث عن حلول جديده مضافه، غير انه الحلول العظيمه، الحل العظيم اللي ظهر في تشرين 2019. فاعتقد انه التغيير قادم. نعم. ولكن يخشى عليه من الفوضى، هذا الامر اللي يخوف، وهم بالنظام داخل النظام نفسه يراهنون على هذه الفوضى، يراهنون على الخوف من الفوضى ايضا. نعم، اشكرك. وهناك عمليه تخويف من قضيه الفوضى، وعلى انه الطبقة السياسية موجودة ضمانة لعدم حدوث هذه الفوضى. إذا ما دام عندنا دقيقتين خلي نسمع ضيفنا من تورنتو صباح الناصر اللي انقطع الاتصال وياه، تفضل دكتور. شكرا عزيزي. مرة أخرى أنا قلت بأنه ما راح يصير انتخابات، هذا أول شيء، لن تتشكل الحكومة، هذا ثاني شيء. الآن كل المنظومة أنا أسميها في لحظة استثنائية، أي خارجة عن الدستور والقوانين. خليك متفائل شوية دكتور، خليك متفائل. إي فلذلك أنا أقول راح يجي التغيير، بس راح يجي التغيير بشكل انا صراحه اطرح مفرده. إيه بس باختصار راح نشوف الاسابيع والاشهر القادمه. إيه انا اسميها الدكتاتوريه المفوضه. نعم. كتاب كارل شميت، الدكتاتوريه المفوضه قوه سياسيه عسكريه تفرض اراده الشعب على اللا دوله وتضع اسس لدستور للدوله العراقيه الجديد، هذا اللي اعتقده. انا اشكرك، شكرا لضيوفنا في ختام هذه الحلقه من طاوله حوار والتي بحثت في الانسداد أو الاستعصاء السياسي في العراق وفشل القوى العملية السياسية. ضيوفنا هم الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي هنا معنا، كان معنا في الاستوديو، وأيضا ضيفنا من تورنتو في كندا أستاذ الفكر السياسي في جامعة يورك الدكتور صباح الناصري، كان عبر سكايب. وأشكر أيضا الكاتب الصحفي ضيفنا من لندن الأستاذ فاروق يوسف عبر سكايب كان معنا أيضا. كما أشكركم مشاهدينا الكرام، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.